السلام عليكم، رمضان مبارك، بصحة وسلامة على جميع المغاربة وجميع المسلمين من جميع المعمورة. ألوغ اليوم الحلقة الأولى ديالنا غنهضرو فيها على رمضان والنظام الغذائي. كيف ما كتعرفوا أن هذا الشهر هذا شهر كريم، عنده بزاف ديال الفوائد بالنسبة للجسم ديال الإنسان، ابتداء من الجهاز المناعي ديالو سيغتو في الفترة اللي حنا كنعيشو فيها، إلى الجهاز الهضمي ووصولا عند البشرة. اللي كان خصنا نعرفوا أن النظام الغذائي في هذا الشهر هذا تيخص يكون بطريقة تدريجية وصحية، اللي تأهلنا من بعد هذا الشهر هذا نكونوا بصحة كاملة إن شاء الله إلى الأحسن. دونك إلى جينا نهضروا على الدين الإسلامي فهو دين اعتدال، كما هو دين اعتدال فكذلك النظام الغذائي تيخص يكون فيه واحد النوع ديال الاعتدال. إلى جينا نهيكلوا النظام الغذائي ديالنا، غادي نقولوا بأنه في الفطور تيخص يكون عندنا واحد الهيكله اللي هي مفيده للجسم ديالنا، اللي كتمثل اول حاجه كيخصنا الاهتمام بها اللي هما النشويات، واللي كيتمثلوا لنا في السميده، في العجائن المفيده للجسم بحال الخبز بحال لاباط، اللي كيزودونا بالطاقه، واللي السكريات ديالها بطيئه الامتصاص عكس بعض العجائن اللي هي السكريات ديالها سريعه الامتصاص بحال لافينواز لي كرواسون لي بتي بان شوكولا. يعني هادو خصنا نتفاداوهم، الحلويات الشباكيه كحنا كمغاربه اللي كناخذو. باغ كونطخ تنصح بزاف بالحريره ديالنا العاديه الحمراء اللي فيها النشويات وغنيه بالنشويات. هذه من النشويات كذلك تيخصنا نهتمو بالبروتينات. الوغ البروتينات اللي كتمثل في اللحوم القليله الدسم او اللي ما فيهاش الدسم والاسماك. ثم بعد ذلك خصنا طبيعه الحال يكون عندنا في الطبق ديالنا الخضر، ويا اما مطبوخه مطيبه او لا خضراء، ومن الاحسن اللي تكون طيبه تكون ما طيباش بزاف باش نستفدوا بالامتيازات ديالها. من بعد كذلك تيخصنا يكون عندنا منتوج من مشتقات الحليب في المائده ديالنا، وكذلك فاكهه من اختيار ديالنا. غير هو هذيك الفاكهه ما تيخصهاش تكون على شكل عصير، خصها تكال كامله، لانه الا كانت على شكل عصير فهي كتولي لنا تتمثل لنا سكر او هيدروكربون اللي هو سريع الامتصاص، وفي هذه الحاله هذه كتاهلنا لبزاف ديال الحويجات باغ لا سويت، منها السمنه، منها عن طريق بزاف ديال لي بروسيسوس اللي تيكونوا عندنا في الجسم ديالنا. الا دزنا من وجبه الفطور، كذلك شرب الماء. شرب الماء هنايا في شرب الماء تيخصنا ما نشربوش الماء بواحد الكميه اللي هي كبيره بزاف ملي كنفطروا، كيخصنا نشربوه بواحد كمية كافية ولكن ماشي كبيرة، يعني متقطعة ومتجزئة من الفطور حتى لوجبة العشاء. وكذلك من بعد الفطور نتفادوا ما امكن لو غرينيوتاج، يعني الواحد ياكل بين هذيك من بين الفطور والعشاء، نخليو ديك الطبله محطوطه ونبقاو ناخذوا شويه من كل شويه، لا الواحد فطر خصو حتى لوقت العشاء وما بين الفطور والعشاء نشربوا كميه متجزئه من الماء كنعاودها، ونتفادوا السكريات سريعه الامتصاص اللي كتمثل في الحلويات بجميع الانواع ديالها. وحنايا كمغاربه عندنا الشباكيه اكثر حاجه كنلجؤوا ليها. دونك توصلنا فنوصلوا للفطره ديال العشاء. دخل في الوجبه ديال العشاء اللي كنصحوا هو انه تكون عندنا واحد الوجبه اللي هي خفيفه جدا، يكون فيها اما ياغورت يا اما فاكهه يا اما سلطه فواكه سلطه خضر قبل من بعد في هذه الوجبه هذه ديال العشاء. الوغ من تما كنوصلوا للوجبه ديالنا واللي هي وجبه رئيسيه جدا وكيرتكز عليها النهار ديال الصيام ديالنا كامل، اللي هي وجبه ديال السحور. بحالها بحال الوجبه ديال الافطار، وتيخص يكون المكونات ديالها نفس الشيء كمكونات ديال وجبه ديال الافطار، ابتداء من النشويات اللي تيخصهم يكونوا تيتمثلوا عندنا حنا كمغاربه في الخبز. يعني اكثر النشويات يمكن نتلجؤوا لهم هو الخبز، واللي لان السكريات اللي فيه بطيئه الامتصاص
وكتساعدنا خلال اليوم باش تعطينا ديك الطاقة وباش نتوفر لنا الطاقة اللي احنا كنحتاجو لها. بالنسبة لوجبة السحور فهي في القيمة ديالها بحالها بحال القيمة ديال الوجبة ديال الإفطار، تيخصها تكون لأنه هي اللي كتعطينا هذيك الطاقة اللي هادي حنا نستقبلو بها اليوم الجديد ديالنا ديال الصيام، واللي تيخص دونك في هاد الحالة هادي غادي نرتكزو بها كذلك على النشويات. وحنا كمغاربة كنعرفو أنه عزيز علينا الخبز، وما غاديش ننصحكم بشي حاجة اللي أكثر منه، فالخبز مع زيت زيتون او مع لافوكا او مع زبده بلديه ديالنا، هادو من الحويجات اللي تيخصنا نلجؤ لهم في الوجبه ديال السحور. كذلك ما خصناش ننساو الى شويه ديال الالياف، يعني الخضر ذات الاوراق اللي فيها اوراق فهي مهمه جدا في وجبه ديال السحور. ناخذ كذلك بروتينات على حساب الوزن ديال كل شخص، يعني اذا كان واحد الشخص فيه 70 كيلو غادي ياخذ 70 غرام ديال البروتينات، هذا في سبيل المثال. ما نساوش كذلك فواكه، انا شخصيا كنفضل الفاكهه بالنسبه لعامه الناس اللي ما عندهمش حتى شي مرض، وتنحدد مرض السكري فاكهه الموز البنان، لانه كيعطينا واحد الطاقه سعرات حراريه اللي كتنفعنا خلال اليوم، وكذلك كيعطينا املاح اللي هما كينفعونا بالنسبه للعطش خلال اليوم. كان هذا هو النصيحه ديال اليوم والموضوع ديال اليوم، انتظرونا الحلقه الجايه بنصائح اخرى.